ايه يا حاج جمال، اخبار البطيخ ايه السنه دي؟ الحمد لله رب العالمين. ايوه بتحمدوا ربنا على كل حاجه، بس انا سامع ان في خسائر كبيره عندكم. والله خسائر مش كتير كتير قليل، يعني كلمة خسائر كتير قليل. قليل على كلمه خسائر كمان؟ طبعا يعني كلمه خسائر قليله على حالكم. ايوه، على حال الفلاح عموما وعلى مزرعة البطيخ بالظبط. طب سبب الخساره يا حاج جمال السنه دي؟ والله سبب الخسارة يعني ضعف زراعة برضو وسوق وحش. يعني ايه ضعف الزراعة؟ تقصد ضعف الانتاجية يعني؟ ضعف الانتاجية يعني الفدان ما جابش الكمية المطلوب تيجي، المفروض يجيب كام؟ المفروض يجيب الفدان يجيب من 3 عربيات لاربع عربيات. يعني كام طن؟ ما نحسبهاش بالطن، ممكن العربية تشيلها مثلا 10 طن 12 طن، مثلا يبقى تجيب لها مثلا من 50 ل 60 طن يعني. مثلا جابت كام؟ جابتش حاجة، جابت عربية مثلا ونص اللي كسب قوي يعني. الفدان اللي جاب كتير جاب عربيتين 20 طن، لا إله إلا الله، أو جاب من 20 ل 24 طن 15. طيب التكاليف اخبارها ايه؟ الاسمده والايجار التكلفه والعماله التكلفه عاليه. لما تيجي تحسب التكلفه عاليه. يعني انت بتحسب دلوقتي، حسبنا الايجار المتوسط بتاعها 12000 جنيه المتوسط. طب ما بيجي لها كراكه تاني حفار يقلبها فدان من 3000 ل 4000 جنيه الفدان. يعني ده 15 تجهيز وايجار؟ لا تقليب بس. قليب بس. الجرار اللي بيجي يعدل، جرار الجرار الزراعي، البتانه بقى، الجرار والبتانه الحاجات دي ما هو اللي بيعملها. من 500 ل 600 ده اللي فات. ممكن بعد كده كمان يخش في 700 واكتر كمان. نعم. بترجع تاني تجيب ملش. الملش ده هو الاسمر. عارفه. الملش ده الفدان مش اقل من 30 كيلو اللي بتفرش على وش الارض عشان يمنع الحشائش ويشيل البطيخه ما يخليهاش تضرب. مظبوط. نعم. الملش ده الفدان بياخد له اقل حاجه خالص من تحت 30 كيلو. 30 كيلو في كام؟ 50 جنيه وفي 52. يعني ده 1500 1600 جنيه. بترجع تجيب له تاني من عربية سبلة. من عربية لعربية ونص سبلة. السبلة ديت العربية، أنا والله ما بكذب عليك، العربية الفدان واخد عربية ب 5000 ونص غير الدخان 100 جنيه. أنت عايز تقول لي إن الفدان تجهيزاته قبل الشتلة حوالي 25000 جنيه. لا أكتر. أكتر. الفدان الفدان الخمس فدادين بياخدوا فدان، بياخدوا طن بلاستيك ابيض. الطن البلاستيك ابيض بكام؟ 52. بلاستيك ابيض انفاق بقى اللي هتزرع تحتها، ده غير الملش. ده غير الملش خالص، الملش ده تحت. طب يقبل الفدان داير عليه كام؟ من اقل حاجه من 10 ل 12000 جنيه بلاستيك ابيض تاني. انا كنت ناسي البند ده. ده غير شبكة الري غير بقى، غير الشتلة، غير شبكة الري. الفدان بياخد له 5 لفات، امسك من 450 ل 500. غير ال 63 اللي شوف بياخد كام برضه، هياخد له الفدان يدخل في 5000 جنيه شبكة. طيب انا بتحسب مثلا 10000 بلاستيك، 5000 جنيه شبكة، 5000 جنيه شبكة. خدت بالك انت دخلت على 40000 تجهيزات لسه لا سمت ولا صرفت. طيب. عماله ولا مبيدات ولا طيب. شتله ولا اي حاجه. عشان الارض ما تروحش منك منها متوده، وبنخاف من حاجه الحرام، بنحط لها الحاجات اللي هي الضعيفه، نحط لها مره واثنين وثلاثه بتتكلف. تقصد اللي هي المبيدات الامنه بتاع النماتود، الامنه بتاع النماتود اللي بتتكسر قبل الحصاد. طيب ردك ايه بقى على اللي بيشوهوا حاصلاتنا بره ويقول لك ده احنا بنحط مبيدات محرمه والبطيخ بيجيب مغص واسهال وامراض؟ ده غباء وحربة على مصر. غباء وحربة على مصر، مش اكتر من كده حاجه. ضرب الاقتصاد المصري. ليه؟ لان البطيخ او اي حاجه الفلاح عموما، البطيخ ده بياكل منه كام واحد بعد منه؟ احنا كفلاحين نبقى اخر حاجه ناكل منها، ويا ناكل يا ما ناكلش. امسك من صاحب الارض بتاع البلاستيك والشبك. طيب يا حاج جمال، بيقولوا كمان ان انتوا بترشوا مبيدات علشان او مواد كيماويه عشان تسرعوا التسويه بتاعتها وتلحقوا تنزلوها في الاسواق باسعار عاليه، خاصه في اول الموسم.
طب ما احنا كنا عملنا كده وقطعنا في رمضان مثلا، بدل ما واحد يقطع في وسط 10 زرعات واحد في وسط 1000 كنا عملنا كلنا كده. او كنا حفظنا الزرع ده هوت مع منا، خلانا نعمل حاجه تحفظه بدل ما يطلع كله مع بعضه نخليه يتاخر شهر. يعني انت تقصد لا عندك حاجه تسرع التسويه ولا عندك حاجه تبطئه، يعني انت ما انتش قادر تتحكم في انتاجك. لا مستحيل طبعا، العوامل الجويه جابته مره واحده وبالتالي نزل. يا عم دي عوامل جويه ورزق بتاع ربنا مش بمزاجك انت. طيب كنت بتبيع البطيخه بكام من الارض من هنا يا عم جمال، من اول ما جمعت لحد الخربه اللي هي النهارده؟ انا ما جمعتش الا بعد العيد ب 10 ايام. لما انا هعمل حاجه زي ما انت بتقول تسوي، ما عملتهاش ليه في رمضان في الغالب؟ ما عملتهاش ليه في الغالب؟ عندك حق، عشان تجيب بسرعه. طيب انت جايز ما بتعملش فيه غيرك بيعمل. والله انا ما اظلمش حد، وبعدين هي فين الحاجه دي؟ طيب ايه السبب ان الناس قالوا انه حصل لهم جالهم مغص واسهال من البطيخ؟ الاسباب دي ايه يا ترى؟ والله من وجهه نظرك ده كله كذب تشويه. ده كله تشويه. انت ما اكلتش بطيخ؟ انا عاوز اقول لحضرتك يا حاج جمال، احنا بنشوف احيانا البطيخ والخوخ والمشمش معروضين على الشمس على العربيات في الطرق، والشمس دي انت عارف، والبطيخ والمشمش بالذات والخوخ سكريات، والحرارة دي ممكن تحلل السكريات وتخمرها. شيء طبيعي، الحاجة اللي سخنة بحالها ممكن تجيب لك مغص، ممكن تجيب لك اسهال، مش كده؟ اذا ده مش عيب من الزراعة، لكن عيب من العرض في الشوارع. البياع معاه قفصين خوخ او قفصين مش عارف ايه، او بطيخة، بطيخ في الشمس طول النهار، واطفال كلت بطيخ او كلت حاجات من ديت سخنة، شيء طبيعي انها يجي لها اسهال ويجي لها مغص. بس ذنب المزارع ايه او الفلاح ايه؟ هل انتوا بتحطوا اثناء الخدمه يا حاج جمال في الخدمه الارضيه، انت قلت سبله دواجن، سبله دواجن، هل بتحطوا مواد من اللي كنا بنسمع عنها زمان بتاعت ايه؟ بتاع الكسح البيارات او اللي بيقولوا عليه من الصرف الصحي او الكلام الفاضي ده، الشائعات اللي بتطلع علينا دي؟ والله بالله ما بنحط اكتر من سبله الحمام او سبله الدواجن، بتاع دواجن، مفيش اكتر من كده. وقلت لك هي عربيه سابله بنحطها او عربيه نص بنحطها. طب انت من وجهه نظرك الشائعات اللي بتطلع دي وبتتقال على السوشيال ميديا وعلى القنوات وعلى الفيسبوك واليوتيوب، يعني انت رايك فيها ايه الحملات دي؟ دي حملات ضد مصر وضد الفلاح المصري. ناس بتخرب، مش اكتر من كده حاجه. دي مقصوده حضرتك؟ ايوه مقصوده طبعا. زي ما كان زمان بيقول لك البطيخ مسموم، البطيخ مش عارف ايه. طب احنا بناكل منه، احنا بناكل منه قبل اي حد. يعني انت بتتقي ربنا في الزرع اللي هتاكل منها انت وعيالك. اللي بيقول لك اللي ما ترضاش على نفسك ما ترضاش على عيالك ما ترضاش على عيال الناس. نعم. وبعدين انت لازم بيقول لك يعني عجان السم بياكل منه قبل اي حد. نعم. يعني انت متصور الناس دي ما بتاكلش من البطيخ الاول قبل الناس؟ الري هنا طبعا من ابار جوفيه في الصحراء الغربيه على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وادى هنا انا بكلمكم هو من جنب قريه السليمانيه والريف الاوروبي. والريف الاوروبي يعني في منطقه من اجود الاراضي الزراعيه في الصحراء الغربيه لمصر. وكان معانا المزارع الراجل الطيب عم جمال من كفر الشيخ، اللي سيب كفر الشيخ وجاي يزرع هنا، وبيقولوا انه خسر كتير السنه دي في البطيخ. هتزرع السنه الجايه بطيخ يا عم جمال؟ والله لسه ما انا عارف. طيب اللي الزرعه اللي بعد البطيخ المفروض تبقى ايه؟ طماطم. هتزرع طماطم؟ يعني انا ما زرعتش طماطم في الشتوي عشان 3-4 سنين خساره ورا. طب هتعمل ايه السنه دي؟ السنه دي مضطر ان انا ازرع عشان اعرف امشي. هتزرع كام فدان؟ على زرع 21 فدان بطيخ، ممكن ازرع 5 فدان 10 فدان لو الناس ساعدتني. بس يعني ايه لو الناس ساعدتك؟ الناس اللي بتديني شتله تديني تاخد جزء وتسيب جزء. وبتوع الاسمده والمبيدات؟ الاسمده نفس الطريقه، لانك لا تقدر تعطل كهربه الحكومه ولا تقدر تعطل اجره العامل. لا طبعا. وبعدين حاجتنا بحاله مغزى اكل عيش للفلاح والعامل وكل الوقت. العامل لو ما اشتغلش هياكل؟ مش هياكل، بس الفلاح لو ما خدش اجرته لا هيشتري لحمه، لا مش ولا هيشتري سكر، ولا هيشتري زيت، ولا هيشتري جزمه لعياله، ولا قماش لعياله. هو لو ما اشتغلش هياكل ازاي؟ الحياه كلها بتقف. هو لو ما اشتغلش هياكل ازاي؟ نعم نعم.
وانا لو ما زرعتش هعيش ازاي؟ وانا ليه مرتب؟ انا ليه راجل فلاح؟ انا راجل فلاح. انا بشكرك يا حاج جمال، وان شاء الله نلتقيك في موسم وفي زرعة تانية مقبلة على خير ان شاء الله. كان معكم عم جمال مزارع كفر الشيخ الجميل، وكان معكم محمود البرغوتي قناة الارض، ونراكم في فيديوهات مقبلة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عم جمال.